Hello, Sir Sama. How can I assist you today? Thank you. I will upload some pictures for tiny trees for my garden. And I have some question about each pictures. Okay? Certainly, Sir Sama. Please go ahead and upload the pictures of the tiny trees from your garden. I'll be happy to assist you with any questions you have about them. Okay, but I think it's prefer for me to communicate with me in Arabic language because I am not so professional English. Are you agree or not? بالتأكيد سماح، سأكون سعيدا بمساعدتك باللغة العربية. يمكنك الاستمرار في التواصل باللغة التي تفضلها. معرفة اسم النبات وهل يعاني من شيء علما أن التربة تميل إلى شكرا لك على إرسال الصورة. يبدو أنها تظهر نبتة بأوراق خضراء تنمو في التربة مدعومة بعصا خشبية تبدو كأنها تستخدم كعمود دعامة. الأرض ذات لون بني داك ورطب مما يشير إلى أنه تم ريها مؤخرا أو أن هناك هطولا مطريا. النبتة موجودة في مكان خارجي ويمكن رؤية نباتات أخرى في الخلفية مما يشير إلى وجود حديقة أو بيئة زراعية. لا يوجد مشكلة في الصورة تتطلب الكتابة الرياضية أو حل مشكلة. كيف يمكنني مساعدتك؟ هل بالإمكان معرفة اسم هذه الشجرة الصغيرة؟ بالطبع، يبدو أن هذه الشجرة الصغيرة تشبه نبتة القيقب والتي تعتبر جزءاً من عائلة القيقب حوالي 10 أمتار أو أشجاراً شاهقة ضخمة يزيد ارتفاعها عن 40 متراً. أعتذر عن الخطأ في التفسير. شكراً لتصحيحك. في الصورة المرفقة، أطلب منك أن تحدد اسم هذه الشجيرة الصغيرة وهل هي في حالة صحية؟ شكراً لك على إرسال الصورة الثانية. يبدو أن هذه الشجيرة تختلف عن السابقة. دعوني أحاول التعرف عليها. بناءً على الصورة، يبدو أن هذه الشجيرة تشبه نبتة الشريموية والتي تعرف أيضاً باسم القشطة الهندية أو الشجيرة الليمونية. هذه الشجيرة تنمو بشكل جيد في المناطق لشجيرة صغيرة. أطلب منك أولاً معرفة اسم هذه الشجيرة وما هي حالتها. هذه الصورة تظهر شجيرة صغيرة ذات أوراق مفصلة مزروعة في تربة تبدو رطبة. هناك خرطوم أزرق أو أنبوب يمتد بجوار الشجيرة مدفون جزئيا في التربة. قد تكون الصورة ذات صلة بموضوعات الحدائق ونمو النباتات وأنظمة الري أو صحة التربة. إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع أو أي مساعدة أخرى فلا تتردد في طرح المزيد من الأسئلة. والآن السؤال حول هذه الشجرة الصغيرة في الصورة المرفقة. أطلب منك معرفة اسم هذه الشجرة وهل هذه الشجيرة في حالة صحية أم تعاني من أمراض معينة، خصوصا أن ألوان أوراقها تميل إلى اللون الأصفر. الرجاء أعطني تفسيرا علميا دقيقا. شكرا لك سيدي سماح على الصورة والاستفسار. دعوني أقدم لك تفسيراً علمياً حول الشجيرة الصغيرة في الصورة. الشجيرة تعاني من مشكلة تسمى الكولوروز كليروسيس، وهي حالة تتسبب في تغير لون الأوراق إلى اللون الأصفر في حين تظل الأوراق العروق الخضراء. هذا يحدث عندما لا يتمكن النبات من الحصول على الحديد اللازم لإنتاج الكلوروفيل الذي يلعب دوراً هاماً في عملية التمثيل الضوئي. الأسباب المحتملة للكولوروز تشمل نقص العناصر الغذائية، الأوراق الصفراء بين العروق،
الكلوروز بين العروق غالبا ما يكون نتيجة لنقص المنغنيز أو الحديد أو المغنيسيوم. نقص الحديد يؤثر في الأوراق الصغيرة أولا، بينما تبدأ أعراض نقص المنغنيز والمغنيسيوم في الأوراق الأكبر سنا. الفيروسات: الكلوروز هو أحد أعراض العدوى بالفيروسات في النباتات. يتفاوت الأعراض حسب الفيروس المسبب والنبات المضيف وحتى الظروف الجوية. يمكن أن يكون هناك أنماط متعددة من الكلوروز مثل التشكيلات الموزيكية أو البقع أو الخطوط. طيب، هل ممكن أن تعطيني اسم هذه الشجرة؟ ما هو اسمها؟ شجرة معروفة وواسعة الانتشار جدا في العراق. بالطبع سيدي سماح، الشجرة التي تظهر في الصورة هي شجرة جنار، وتعرف أيضا باسم شجرة الدلب. الذكاء الاصطناعي، لدي سؤال مهم جدا. سؤالي: ما هي دقة المعلومات التي يعطيها الذكاء الصناعي؟ هل إنه دقيقة 100% أم يعتريها بعض الشك أو الخطأ من الناحية العلمية؟ رجاء أريد إجابة لهذا السؤال بالتفصيل. السبب لأن هناك الكثير من الباحثين والأكاديميين وغيرهم ربما يعتمدون بشكل كامل أو بشكل جزئي على البيانات التي يتم تزويدها من الذكاء الاصطناعي. ما هي نسبة الوثوقية لهذه المعلومات؟ رجاء أجبني حول سؤالي بالتفصيل. الذكاء الاصطناعي هو مجال يهدف إلى تطوير نظم ذكية قادرة على معالجة المعلومات واتخاذ قرارات بشكل مشابه للإنسان. دقة المعلومات التي يعطيها الذكاء الاصطناعي تعتمد على العديد من العوامل، وسأقدم لك إجابة مفصلة حول هذا الموضوع. تحسين الدقة: يساعد الذكاء الاصطناعي على تحسين الدقة في العديد من المجالات، مما يؤدي إلى تقليل الأخطاء. يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل البيانات الإحصائية وتوفير معلومات دقيقة ومفيدة للقرارات المستقبلية. التعقيد والمجال: دقة الذكاء الاصطناعي تختلف باختلاف المجال والمهمة. في بعض المجالات يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي دقيقا بشكل مذهل، مثل التعرف على الصور والترجمة الآلية. في مجالات أخرى قد يكون هناك مجال للتحسين، مثل التنبؤ بالأحداث المعقدة. التدريب والبيانات: دقة الذكاء الاصطناعي تعتمد على جودة البيانات التي يتم تدريبه عليها. إذا كانت البيانات متنوعة وكبيرة، فإن النماذج الاصطناعية ستكون أكثر دقة. قد يكون هناك تحدي في الحصول على بيانات تمثل جميع الظروف الممكنة. التحديات والخطأ: لا يوجد نظام ذكاء اصطناعي دقيق 100%. قد يحدث خطأ في التنبؤ أو التصنيف في بعض الحالات. يجب أن يتم تقديم المعلومات من قبل الذكاء الاصطناعي مع الحذر والتحفظ. الثقة في المعلومات: يجب أن يكون الباحثون والأكاديميون على دراية بقدرة الذكاء الاصطناعي على توفير المعلومات. يجب أن يتم تحليل المعلومات المقدمة من الذكاء الاصطناعي بناء على سياق المهمة والمجال. في النهاية، يجب أن يكون هناك توازن بين الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتحقق من دقة مصادر أخرى للحصول على نتائج أكثر دقة وثقة.